لا واحد الوقت خصني نخرج اليوم باش نهضر على هاد الناس هادو اللي ظلموني بصراحه ما تنعس نسمح حتى لواحد شكون مشاو بعيد سي حجي تم التضحيه دي ولدي الصغير ديال 10 سنين يقول لك انت ابا انت شفار ابكاني يا حبيبي ابكاني والوالده تعيط لك تبكي تقول لك فين وصلنا شنو المشكل الحقيقي اللي ما بغاش خالد الزيت يكشف عليه زايد عنده الطريقه ديال الخدمه ديالو في كل السي فوزي القجع في هذا الشيء كامل سير رجع خدام قبل يجي المنتخب الكرة المغربية ما كانتش ما تنتغداش ما تنتعشاش ما تنتقهواش مع الصحافة شنو هي أصعب لحظة هي دابا هاد سبع سنين هاد الحقرة هادي وهاد الظلم أنت غدعي هاد الناس اللي تيقولوا لا لا هادي صافي كنت غادي نسمح لهم أقسم لك باش ماشي ولد الصداع بيني وبين هاد الناس قضى أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في حلقة أولى من برنامج حوار بلا أصوات. اليوم نحن في مراكش حيث سنحاور لاعبا دوليا سابقا وإطارا تقنيا أثير عنه القيل والقال وكثرة السؤال، لكن اليوم آثرنا أن نسمع منه لا أن نسمع عنه. مرحبا بك مصطفى. الله يبارك فيك. مشاهدينا الكرام، مصطفى حجي، الآن هناك من يتحدث أن لديكم مشاكل مع اللاعبين داخل المنتخب، نعرفوا واش هذه حقيقه؟ شنو طبيعه هذه المشاكل اللي عندكم مع اللاعبين؟ بكل صراحه انا ما عندي مشكل مع اي لاعب، زياش، مزراوي، حمد الله، نزيد لي حريت، بلهندا، ولا اللعابه ديال البطوله، ولا اللعابه ديال كندا، ولا كل شيء مغربي. منين جات هذه المعلومة سي مصطفى؟ أنا لأن سي مصطفى هو اللي ضد حضور زياش، ضد مزراوي، ضد مشاركة حمد الله إلى غير ذلك، منين جات هذه؟ يا نقول لك كل بكل صراحة نعاودوها، نقول لك اللي هاد اللعابة عندهم مشكل معايا يخرجوا يقولوها، أش شنو هو المشكل؟ أنا كنتصل باللعابة، تنهضر معاهم، تنكون تكون بحال دابا اللعابة ديال هولندا ولا اسبانيا ولا المانيا كنهضر اللغات عندي 6 اللغات وتنهضر معاهم وتنكلم معاهم ونتصل بهم تنوجدهم تنقول لهم اش المدرب تيقول لي نقول لهم تنوصل الكلمة وقبل كاع ما يهضر معايا المدرب انا كنتواصل بيناتنا قبل يجي المدرب وقبل يجي غفي غونار وقبل يجي الزاكي كندي هاد اللاعبين كنت نعرفهم وتنتصل بهم وتعرفوا خويا يوسف لعب معاهم شي واحد نلعبوا مع خويا يوسف دونك كان الاحترام بيناتنا وانا كاملين تنقول لهم ما تنقول لهم زياش خويا الصغير وتنقول مزراوي خويا الصغير وكان شي حوايج اللي تيخدموا فيه وتيسولوني الامور ديالي كيفاش تنشوف كيفاش فين غادي يمشي شي لاعب فين عشني فرقه احسن ليه مرابط تنهضر معاهم بالانجليزيه انه هو تيجيو المنتخب هما تيهضروا بالريفيه ما تيهضروش بالعربيه وحتى واحد ما شحال من واحد ما تيفهمو وحنا اللي المدرب تيهضر بالفرنسيه وتندير لي ترادكسيون ولا اللي كان شي مشكل تندير اي حاجه باش اللاعب اللي تيدخل المنتخب يكون هاني وتنتسناو فيه غير العمل ديالو في الملعب على حاجه اخرين تنحاولوا نحيدوهم كاملين وما عمرني وقعني شي مشكل مع شي لاعب ابخي كان نقدر نقول شي لاعب فيق من عاس ولا هاد اليوم ما جيتيش ولا كيفاش اللغه ديال الكره اللغه ديال الكره يقدر اللاعب ياخذها نيجاتيف ولا ياخذها بوزيتيف داك الوقت نقدروا نهضروا عليها مي ما كاينش شي حاجه مثلا شكون انا مصطفى حجي نقول لك انا ما بغيتش هذا اللاعب يلعب في المنتخب شكون انا ماشي مدرب ماشي لا مي شكون واخا نكون كاع مدرب انا مدرب انا غير ساعد المدرب انا ماشي لا ريسبونسابيليتي ديالي باش ناخذ زياش ولا ما ناخذ زياش ناخذ مزراوي ولا ماشي ما ناخذ مزراوي انا تنعطي الراي ديالي واخا واخا نقول ليه جيب لي زياش جيب لي احمد الله هو يقول لك لا ما بغيتش زياش ولا ما بغيتش حكيمي
حكيمي ما بغيتوش اليوم عشان انا نمشي ضدو نقول له ندخلوا في واحد الامور انه هو دبزو على شي لاعب لا هو لو ريسبونسابل انا تنعطي انا عرفتي الخدمه ديالي تتوقف في واحد لين واحد الخط ما نقدرش ندوز داك الخط باسكو ما كاينش لا ريسبونسابيلتي ديالي النهار اللي غادي نكون مدرب داك الساعه واخا مي انا ساعد المدرب اش انت عرفتي السميه ديال السي سعيد المدرب ديال سي زيدان ولا ديال سي غوارديولا غير هنا السميه ديال سعيد المدرب ديال سيري كراكي ما تنعرفوش انا يعني ما تيكون المدرب هو اللي تيكون في الواجهه سي عزيز يعني مادام علمنا انه على طريق مصطفى انه ما كاينش مشاكل ثنائيه بينه وبين اللاعبين الا كان ممكن سي مصطفى نعرفوا المشاكل اللي وقع بين زياش نصير مزراوي عبد الرزاق حمد الله مع فاهيد هاليلوجيت لانه كاع الحجج بالنسبه لي انا اللي عطى غير كافيه وماشي وما تتصبش في الماء كيف ما تنقولوا لانه باش تقول انه ما شربش الماء او لا يعني ما جاب عطل كذا باش كيف ما قال القزاع انه ما ارتكبش جور ما هزش كره وماركها على المنتخب يعني شنو المشكل الحقيقي اللي ما بغاش خليل يزيد يكشف عليه في هذا الصراع بين هاد اللاعبين وهو نقول لك واحد الحاجه ما نقدرش ما ندخلش في هذه الامور هذا المدرب يعطيك الجواب ديالو انا تنقول لك واحد الحاجه اللي تنشوف انا اش 40 مليون مغربي بغاو زياش ولا بغاو مزراوي علاش انا ما عمرني نقول شي حاجه خايبه على المدرب انا تنفكر غير تنقول لك الفكره ديالي ماشي تنقول لك انه هو فايده اللي جيت دار غلطه ولا ما دارش غلطه انا خدام معاه وكنت خدام معاه ومازال يبغيني نعاونو مازال نعاونو مازال في المستقبل واخا ما نخدمش معاه يعيط لي غدا انا تنديرها على بلادي ما تنديرهاش على فايده اللي جيت ولا شي واحد اخر على بلادي انا خدام البلاد ديالي واخا الشعب ديالي سيدنا انا خدام ليهم انا ما خدامش لفايده اللي جيت لعبد القادر بخلال ولا اللي كاين تنخدم لبلادي فوالا دونك انا لا تنشوف اللي كنت مدرب واخا اللاعب يكون عندي شي مشكل معاه ومغاربه كاملين بغاو علاش ما نجلس معاه نمشي نحيد المشكل تنقول ليه شوف انا ما بغيتكش نقولها لك في وجهك ولا الشعب اللي بغاك بلادك اللي بغاك مي عندك دير شي غلطه مازال نحيدك نفسر لهم علاش ونقول لهم علاش ما تنخدكش مي شوف البلاد فوق اي واحد المنتخب فوق اي واحد مي الشعب اللي بغى لك واخا يكون اللاعب معروف لعب الكره قلنا بغينا هدف في المنتخب اش تقول لهم والشعب يا صاحبي هو الفرقه ديالهم واش فرقه ديالك ولا الفرقة ديال البلاد الفرقة ديال سيدنا الفرقة ديال بلادنا ديال الشعب ديالنا خاصك تلقى واحد الطريقة باش تفرح بنادم حنا اش هاد الكرة جابتها تجيب لنا تجيب لك شي حاجة أنت بعد الفرحة تدخل الفرحة على تدخل في لك الفرحة ياك تتهنيك تتهنى تتمشي للشارع تتهنى تتبقى مع صاحبك وتتذاكر وتتغني وتتشطع على الكرة تجيب لك شي حاجة أخرى وعلاش اسيدي علاش نوصلوا هاد الامور هادي باش الناس يكعاو والناس يبقاو يجبدوا يجبدوا شعرهم كل نهار باش ما كان زياش ما كان مزراو خصنا نلقاو واحد ما عرفت كيفاش واحد باش نجلسوا مع هاد اللعبه ونجيبوهم للمنتخب باسكو عرفتي سي زياش حكيم زياش عنده الكاركتير ديالو سي مزراوي عنده الكاركتير ديالو حمد الله عنده الكاركتير ديالو حمد الله وحمد الله هو عنده الكاركتير ديالو مغربي وقلبه مغربي ودمه مغربي وتيبغي بلادو علاش هاد حريت بالهندا هاد الدراري هادو شحال من واحد اختار المغرب وعرفتي واحد الوقت قبل ما يجي لشي القجاع اللعابه ما بقاوش يبغاو يجيو للمنتخب شكون الكره المغربيه كانت ودابا هاد اللاعبين اللي جاوا المنتخب المغربي ماشي جاوا على اش جاوا علاش جاوا باش يتعرفوا باش
جاوا يلعبوا لبلادهم. سي جاش كان تيجي مع امو وتجيبها وتاخذ الطياره ما تيخلص تاخذ تيخلص الطياره تيجي المنتخب تيجيب كاع معاه مزراوي نجيبو ما تيسول حتى واحد تاخذ الطياره ديالو. كنا في الاول تاع نورمال في الاول ولا لاباس ولا لاباس عليه الحمد لله الله يزيد ليه وتيجيب صحابه في الطياره ديالو وهذا ما تيحبش بلادو واخا امو مريضه مشى شافها قال لنا انه غادي يمشي هو انا هضرت معاه قال لي غادي يمشي يشوف الوالده خلوني قبل ما الشامبيونز ليغ اللي جا معطل قال لي عندي الوالده مريضه قلت لها الوالده هي الاولى عندك تفاصيل حنا غادي نعطيوك واحد 4 ايام 5 ايام ديال الاستراحه حسن باش دوز مع الوالده ويجي لك فرحان ويعطيك كل شيء. دونك هاد الناس هادو واخا زياش قال لي قال على غادي ما بقاش نمشي للمنتخب ضروه في قلبه وانا تنعرفو ودروه في قلبه ماشي قال اخر قال السيد بغى يمشي مع المنتخب لكاس افريقيا بغى يمشي لكاس العالم بغى يكون مع صحابه وخوتو تيتصلوا بيناتهم اللعبه. هذا المشكل يعني انه زياش بغى يرجع وبغى يبت المنتخب هو نفس الشيء عند مزراوي حمد الله انا بغاو كل شي واحد ما بغاش يلعب بلادو. هاد اللاعبين اللي كنا كاملين هادي بغاو يلعبوا واخا يكون عنده 40 عام 45 عام انا عيط لي المنتخب دابا نمشي نلعب عندي 51 عام نمشي نلعب مع المنتخب ديال بيان سيغ. هذا صاحبي واحد الفرح اللي تيكون تيعيط لك المنتخب هاد اللعابه كاملين بغاو يلعبوا المنتخب يلعبوا المنتخب هي احسن حاجه تتوقع لك في الكارير ديالك باش تلعب بلادك. هاد اللعابه كاملين واخا تيكون عندهم لي كاركتير وانا عزيز عليا لي كاركتير ولي كاركتير اللي تيربحوا لك لي كوب وتيربحوا لك شحال من حاجه مي خصك غير عرفتي. هضرت مع شي ناس وصلنا واحد الوقت في الكره اللي تيكونوا شي مدربين كبار وفي العمر ديالهم تيكون واحد الديكالاج كبير بهاد الديكالاج كبير بين هاد لا جينيراسيون بحال حكيمي بحال نسيري بحال شي بوفال وعندك شي مدربين ديال اكثر من 60 عام صافي ديكالاج كبير غير انت بينك وشي دريج ديال 10 سنين تيكون ديكالاج بيناتكم وتتقول لي على 40 عام 50 عام 50 عام نص سيكل اصاحبي علاش شحال من حوايج تتبدل ودونك هي الكره تبدلات بزاف وهاد اللاعبين اللي نرجع لهم اللي عند شي واحد بين هادي اللي قلتو اللي عنده شي مشكل معايا يخرج يقولها وانا ما بغيتوش يجي المنتخب انا عيط ليه نقول له انا ما عمرك تجي ولا نقول لك امشي بحالك ما بقاش تجي المنتخب. اخويا انا بغيت الخير للمنتخب علاش نحيد ليه اللاعبين اللي كانوا تلعبوا في المستوى علاش نحيدهم علاش هي ما بغيتش النجاح لبلادي. لا انا ما عندي مشكل مع اي لاعب نقول لك من دابا راه شهر رمضان اليوم ونقول لك ما عمري نكون ضد شي لاعب يجي المنتخب ولا نحيدو باسكو انا اسمي مصطفى حجي. لا ما كاينش سي مصطفى دابا الان كنشوفوا بان السي حجي تم التضحيه به هو اللي حملوا المسؤوليه تقريبا ديال هذا الوضع. واش كتشوف راسك انك تظلمتي؟ اش بيان سور كنظلم اش انت خدام المنتخب تيقول لك انا هو الشرف مع المنتخب بيان سور انا شكر الله والحمد لله تنشكر سيدنا وتنشكر الجميع اللي عطات لي الفرصه باش نخدم لبلادي. مي انا ظلمت باسكو هاد الناس اللي تيهضروا بعض الناس ماشي بعض الناس تيكذبوا على المغاربه تيكذبوا على سيدنا تيكذبوا على الجميع المغاربه في العالم تيكذبوا عليهم. انا عرفت اللي كان شي حاجه في هذا الظلم اللي كان شي حاجه ما يقدروا يخرجوا شي حاجه باسكو انا سمعت السمسار سمعت بزاف ديال الحوايج واللي مشات انا ماشي ولد الهضره بزاف عرفتي. انا العمل ديالي ما تنهضرش بزاف ما عمري كنت تنهضر بزاف واخا اللي كنت حتى اللاعب ما كانش تنهضر و تندير خدمتي
العمل وماشي الهضره ما فيها والو، ما فيها النصيحه ما فيها والو. دونك انا تنقول هاد الناس اللي تيخرجوا هاد الامور امرضوني الوالدين ووصلت حتى لولادي تيمشوا للمدرسه وتقولوا لهم شي ولاد صغار تيقولوا لهم باك سمسار تيشفر اللعابه تيشفر المغرب خويا فين علاش؟ وما عمرني تنخرج انا باش نهضر ولا شي حاجه، مي دابا وصلت لواحد واحد النيفو ديال وكرفصوني وبصراحه ما تنعش انه هو الوالده اللي عندي في اي الوالده هي كلشي اللي مشات حياتها تبكي في التليفون وتتقول لي يا ولدي حي خصك تلقى شي باش تحيد باسكو هذا الشيء مش بعيد وعرفتك ماشي هكاك. قلت لها الوالده على الوالده اللي كانت اليوم الوالد والوالده وولادي، جيت اليوم باش نهضر على هاد الناس هادو اللي ظلموني وتيقولوا شي حوايج اللي ما كانوش. على هاد الشيء بيني وبين هاد الناس قضى، خصو اللي عندهم شي حاجه يديوها سيدي المحكمه ونشوف فين غادي نوصلوا. هذا انت غدعي هاد الناس اللي تقول لا هادي صافي كنت غادي نسمح لهم اقسم بالله، باش ماشي ولد صداع ما بغيتش نديني نبقى نمشي ندخل المحكمه خارج المحكمه ماشي ولد المحكمه. ما عمري دخلت المحكمه في حياتي. كي تتزوج نستطيع دخل العائله السياسيه الابناء في المدرسه كيف ما ذكرت يعني مشكلة كبير ومشكلة ولا خويا واش ولدي الصغير ديال 10 سنين يقول لك انت ابا انت شفار ابكاني يا حبيبي ابكاني ملي وصل الامر والوالده تعيط لك تبكي تقول لك فين وصلنا اش تدير ولدي. لا هذا الشيء بزاف وهاد الناس هادو يخصو يخلصوا اللي كان عندهم شي حاجه موجوده في يديهم. انا خونا تنخذ الفلوس وناس تنسمصر شي لاعب ولا شي لاعب تنجيب للمنتخب يعطي لي الفلوس يجيبوها اخويا المحكمه وندوم. اللي ما كايناش خصو يخلصوا انه هو تيظلموا الناس وتكذبوا على المغرب وتكذبوا على سيدنا وتهدموا للشعب المغربي. هادشي اللي كاين ما تنسمح حتى سمح لي ما نسمح حتى لواحد باسكو مشاو بعيد. انا سمحت لهم هادي 7 سنين تنسمح لهم وجوردي ما نقدرش صافي وصلنا واحد انا فوق راسي داكشي انا بغاوني يقتلوني لا انا واحد الوقت خصني نخرج. مصطفى تكلمتي على واحد المعلومه مهمه وبغيت تاكد علينا ولا تنفيها، الكاركتير ديال الدراري اللاعبين نعم والكاركتير ديال الوحيد. واش المشكل ديال جينيراسيون ما كتادابتاش ادابتا مع الكاركتير ديال الوحيد؟ واش وحيد الطبع ديالو طريقه التعامل ديالو ما لايقاش للدراري اللاعبين؟ واش هذه القضيه ممكن تكون ولا كاين واحد الحاجه اللي هي انا عرفتي كان سي وحيد تتقول وحيد حنا تنقولوا فهيد سي فهيد عنده الطريقه ديال الخدمه ديالو وصعيب كل واحد يتضبط معاه وي داك الخط اللي بغاه هو صعيب بنادم يمشي في داك الخط. وشنو هي الخدمه ديالي انا قبل الملعب انه هو هاد اللاعبين كاملين ياك تنقول لهم هاد الطريقه اللي بغا سي فهيد ماشي سهله عارفين هما تيقول لك هاد الشيء سهل ماشي سهل ماشي سهل. حنا تنقول لهم انا تنقول لهم في الاول شي واحد تيسمعوا شي واحد خصها تقول لهم شي جوج ولا ثلاث مرات مي تيسمعوا في الاخر تضبطوا انه هو هاد الشيء اللي تيديروا ماشي لفهيد هاد لي ساكريفيس اللي تيديروا وهاد الطريقه اللي تيخدم فيها فهيد. قول له ما تديروش لفهيد صاحبي هاد الشيء تديروا بلاتكم الشعب ديالكم سيدنا اللي دار لكم هذاك السونتر ما عمركم شفتوا هذا السونتر في العالم ذاك السونتر محمد سيس تجيو سبحان الله العظيم ذاك الشيء خرج بهكا ما كاينش. قلت لهم احترموا الشعب ديالكم احترموا سيدنا واحتبوا بلادكم لاي ساكريفيس اللي طلب هذا السيد هذا ديروه. اشنو هي النتيجه؟ هي الكاس العالم والكاس افريقيا وهذا الشيء هذا غادي نسمحوا فيه ونديروا اي حاجه اللي بغى يقولوا انتم تدوزوا فوق باسكو تديروهم بلادكم تتلعبوا الامه ديالكم تتلعبوا المغاربه كامل لسيدنا. هاك هذا الشيء سو بنادم واخا تكون واحد واحد الديكالاج كبير بين العقليه ديال المدرب واللاعبين انت داك الشيء اللي تدير تديرها لبلادك. شنو الكاركتير ديال المدرب اللي خاص
المنتخب المغربي؟ لا بحال اللي قلنا دابا بحال قبيله قلت لك واحد دابا دابا لا جينيراسيون الكره تبدلات عرفتي البايرن دي ميونيك عندهم واحد المدرب ما كاع ما مازال ما تجوج كاع عنده 30 عام ما عنده ما عندوش ولاد ما بعد الدري صغير علاش انا هو تتشوف اللاعبين زيدان دا كلشي تشافي غوارديولا ما كبرش مي دابا هو اللي بقى بقى لينا انشيلوتي مي انشيلوتي انشيلوتي هي بات المدربين مي دابا نقول لك الديكالاج والديكالاج بين المدربين واللعابه ديال دابا خصو يكون ماكسي يكون قراب يكون قراب دابا المدرب اللي عنده اكثر من 60 عام وزاد واحد الوقت صعيب صعيب يفهم شي اللاعب ديال هاد لا جينيراسيون والكره ديالهم وكيفاش تفكروا وكيفاش كيفاش تعيشوا صعيب دونك انا تنشوف مدرب ديال المنتخب في المستقبل يكون عبد الاول مغربي كيف ما قلتي مغربي وهذا هو المطلب يعني ديال سي عزيز ديال الشارع العام يعني كلشي تيقول انه خاصنا ناخب وطني جنسيه مغربيه هو اللي غيعرف كيفاش يتعامل مع اللاعبين وهناك بعض الاسماء اللي كتداول يعني راه ربما حتى انت كتسمعها كاين تيقول بغينا عموته كاين تيقول بغينا الركراكي يعني مجموعه من الاسماء الاخرى يعني انت كمصطفى حجي شكون هو المدرب الا ممكن تعطينا واحد الاسم قادر على تحمل المسؤوليه في المنتخب اسمح لي يا حبيبي دابا كان فايدا لوزيتش النهار النهار اللي سي فايدا لوزيتش يمشي نهار هذاك نقدر نقول لك تنشوف هذا السيد وهذا المدرب اسمح لي المدرب في المنتخب مي دابا تنقول لك في المستقبل انا ما تنقول لكش دابا سي فايدا هو اللي كاين دابا نحترمو ونا وحتى واحد ما يحيدو بلاصتو ابار سيدنا والسي القجع هما اللي يقدروا واللي ما بغاه الشعب شي حاجه اخرى دونك هما لي تخوا فورس الشعب سيدنا والسي القجع هما اللي غادي يشوفوا داكشي هما اللي مكلفين هما اللي يقدروا يحيدوا المدرب ولا يجيبوا وحده دونك وحنا انا تنقول لك علاش تنبغيو مغربي باسكو ماشي فرقه هادي ماشي فرقه ديال مدينه ماشي هذا الشعب هادي بلاد وكان شي واحد غادي يموت على بلادو قبل اكثر من ولد البلاد ولد البلاد ديما تيتعذب ويسمع الشعب ديالو ياك ويدير اي حاجه باسكو عارف انه هو النهار اللي هادي الامور ماشي هي هذيك اجي يكون في بلادو يبقى مع ولاد بلادو يبقى الشعب ديالو من الاخرين تيجيو تيمشيو تنحترمهم تنشكرهم شحال من مدرب داز في المغرب وما عمرني ننسى الخير ديال فاريا اونغي ميشيل اترونجي ايرفي رونار مي هادو كاملين ابار فاريا مشاو واخا تنحترمهم وتنقول لهم شكرا على اللي عطاو لنا الكره المغربيه ماشي ولاد بلاد عندنا واحد لا جينيراسيون اللي جات دابا المدربين تنتمنى ان شاء الله يكونوا في المستوى بحال ركراكي باغ اكزومبل بحال عموتا اللي قلتي بحال فرتوت بحال شي سلامي هاد لا جينيراسيون نقول لك ايه نقول لك نعم اسيدي هادو خصو يمشيو بعيد سمشوا بعيد نعطيهم فرصه في الكره المغربيه باسكو هما المستقبل ديال الكره مي الناس اللي وصلوا واحد العمر نقول لك لا هما 40 عام في الكره المغربيه ولا 45 عام ولا 50 عام صافي اللي بغات شي فرقه تعطيهم شي فرقه مرحبا باش الاكسبيريونس ديالهم باش باش يبنيو شي فرقه يبنيو شي ملعب اخر ولا ما عرفت هادي واخا باسكو عندهم ليكسبيريونس مي في الكره لا ما بقاش ديكالاج بزاف الكره ما بقاش في التسعينات في الثمانينات ولا السبعينات صافي الكره ديال 2000 هذا شي حاجه اخرى وهاد الناس هادو انا تنشوف انا ماشي تنحقرهم ولا شي حاجه ولا بقاو بزاف في الكره باسكو اللي كنت لعيب ما قدرتش تخدم مع شي واحد اللي عنده اكثر من 60 عام صعيب باسكو تتعرف انه هو واحد الوقت غادي يوقع الكلاش باسكو ديكالاج بزاف كبير
مي الحمد لله في المغرب عندنا مدربين هما جايين نتمنى يكونوا في المستوى ان شاء الله. السي حجي في كل السي فوزي القجع في هذا الشيء كامل شنو كيدير السي فوزي القجع؟ السي فوزي القجع انا نقول لك واحد الحاجه السي فوزي القجع كل احترام والله وتنحطوا فوق راسي كاع مزيان السي القجع حطوا سيدنا تمثل سيدنا تمثل الشعب المغربي تمثل بلادنا والكره المغربيه. والسي القجع قبل يجي المنتخب الكره المغربيه ما كانتش كان زنزاله في الكره المغربيه ما كان والو على الكاس الافريقي كاع ما تبقى تمشيو ليه الكاس العالم 20 عام لي زانفراستركتور ديال الكره كاع في المغرب بزاف د الحوايج تبدلوا ودابا ملي جا السي القجع الكره المغربيه وصلت لواحد النيفو تتسواش واخا يقولوا القجع ما تيجيبش هذا ما تيجيبش السي القجع خدام ومبغينا شي الناس بحال غير الربع ديال اللي تيدير السي القجع يديروا شي الناس غير الربع اللي تيدير هو بغينا شي الناس يديروهم وتشوفوا كيفاش تدور الكره المغربيه. وتنقول لك شي القجع عنده اعمال صح صح ديال الصح الاعمال ديالو مي قبل يمشي الخدمه ديالو السي القجع تيسول على الكره الوزاره الخدمه ديالو في الوزاره قبل الوزاره تيفيق مع 6 ولا 5 الصباع تيفيق مع 5 الصباع في الطريق تيسول على الكره كي دايره الكره اش الناس هادي يفرحوا بغى الشعب ديالو يفرح بغى يفرح سيدنا بغى يفرح الشعب ديالو بغى يفرح بلادو قبل ما يمشيش الخدمه هادي 5 6 الصباع تنقول لك على هاد المعلومه اللي ذكر سي مصطفى خصوصا سي عزيز انه في الشارع العام يعني حتى في الصحافه تيقول انه من انه تولى يعني حقيبه وزاريه السي القجع همش الجميع همش المنتخب ما بقاش كيفكر فيه ما يعني كانت هاد الهضره تتداول كثير في هاد الاونه الاخيره على هاد الشيء قلت لك شي الناس شي بعض الصحافه ياك الله يهديهم خصهم يبقاو يهضروا على الحقيقه يسمعوا فين جات الحقيقه فين هو الحقيقه انت اي طلع صحفي ياك انت صحفي اش انت سمعتي شي حاجه قالها شي واحد ولا سمعتي شي حاجه في فيسبوك وتمشي تكتبها قد هكا اش هذيك صحافه هذاك صحافه تكذب على الناس هكا هذاك ولد صغير ديال 13 عام هضر في انستغرام وانت خرجتيها اش انت صحفي وانت تحترم راسك اخويا 40 مليون مغربي تيقراو انا حنا المغاربه تيجي يكون شي حاجه تنقراوها ياك في الكره تنحبوا الكره تنحبوا بلادنا علاش اخويا تكذب على الناس تكذب على الشعب تكذب على سيدنا وتخرج شي كلمه اللي تقالت لا الصحافه انا عبد نقول لكم شي حاجه ما تنتغداش ما تنتعشاش ما تنتقهواش مع الصحافه وبعض الصحفيين الله يهديهم والله يسمح لهم في هذا رمضان هذا باسكو تيكرفصوا الناس الناس مساكن وتكذبوا عليهم تتخرج تتكذب على 40 مليون مغربي صاحبي في تقول شي حاجه ما كايناش غير انت خذها غير خذ الوقت ديالك ودير الخدمه ديالك بروفيسيونيل وتعيط الناس اللي مكلفين بداك الشيء وتقول لهم واش هذه الصح ولا ماشي صح وانت بقى غير تكتب وتكتب وتكذب واه حشام حرام